علاقة الدفء بين السيسي والكيان الصهيوني علاقة مشهود بيها، يعني علاقة معروفة، مش احنا بس اللي بنتكلم عنها. تعالوا نشوف مع بعض خطوات او بعض مظاهر الدفء في العلاقة بين عبد الفتاح السيسي والكيان الاسرائيلي. صاحب اقتراح الوطن البديل للصهاينة في سيناء في اجتماع سري صرح عنه جون ماكين مؤخرا، ده اللي هو عبد الفتاح السيسي. في 22 ديسمبر سنة 2016 استجابت مصر السيسي لطلب نتنياهو بالتراجع عن التصويت على مشروع وقف الاستيطان في انحياز كامل للكيان الإسرائيلي ومعاداة للقضية العربية الأولى، القضية الفلسطينية. في 22 نوفمبر في نفس العام 2016 أرسل السيسي طائرتين للمساهمة في إخماد الحرائق اللي ضربت إسرائيل، بينما الحرائق والكوارث بتضرب الشعب المصري ولا تحرك الدولة ساكن. ويامها افتكر ان المية كانت مغرقة التجمع، ولا السيسي يدور ولا عمل حاجة، زي اللي حصل في اسكندرية برضو، ولا عمل اي حاجة. كل اللي عمله ان هو طلع يهزر مع وزير النقل. تصريح وزير الداخلية في اسرائيل أرييه درعي قال السيسي شدد الحراسة على الحدود معنا وأقام سياجا أمنيا. دي من مظاهر دفء وقوة العلاقة بين السيسي والإسرائيليين. في 11 يوليو سنة 2016 السيسي كلف سامح شكري أنه يزور إسرائيل زيارة رسمية، وأفتكر يومها كان بيتفرج سامح شكري كان بيتفرج على ماتش مع بنيامين نتنياهو في نوع من الود الزائد. صوت مندوب مصر السيسي بالأمم المتحدة لصالح فوز إسرائيل برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، ده كان السنة اللي فاتت. تخيل لما مصر بتصوت علشان تجيب إسرائيل يبقى رئيس اللجنة القانونية في الأمم المتحدة. أثناء لقاء السيسي بالمنظمات اليهودية بأمريكا أفاد بأن نتنياهو قائد عظيم وأن قدراته تؤهله لقيادة العالم بأسره. لما كانت المنظمات دي مندوبين منها بيزوروا السيسي في مصر قال لهم نتنياهو ده رجل عظيم جدا وممكن يقود العالم، ده كلام السيسي عن نتنياهو. كشفت نيويورك تايمز المجلة الأمريكية عن الجريدة الأمريكية عن مبادرة إسرائيلية بضرب مواقع في قلب سيناء بطائرات بدون طيار إسرائيلية. دي السيادة الوطنية في عهد السيسي، الطيارات الإسرائيلية بتدخل بموافقة السيسي أحيانا وبدون علم وأحيانا أخرى، تضرب أهداف وتضرب بني آدمين داخل سيناء وترجع تاني. في القمة 72 وبعد مجازر تمت بحق الشعب الفلسطيني تغافل السيسي عن جرائم الاحتلال في الأمم المتحدة، الكلام ده السنة اللي فاتت في الأمم المتحدة، وكان بيصر ويشدد عبد الفتاح السيسي على حماية وأمن المواطن الإسرائيلي، ده اللي جه على لسان السيسي. أعلن نتنياهو عن عقد أكبر صفقة بين الكيان الصهيوني ومصر بلغت 15 مليار دولار، طبعا احنا هندفعهم لإسرائيل. القمة 73 وبعد استشهاد أكثر من 140 فلسطيني في مسيرات العودة رحب السيسي بلقائه الثاني المعلن مع نتنياهو، وده اللقاء اللي حصل من كام ساعة.